ملاوي بني سويف، ملاوي 26 نقطة، كان بني سويف عنده 29 نقطة. ملاوي بيتقدم على معاكو، هدف من ركلة الجزاء اللاعب محمد توفيق، معتز محروس الخبرة طبعا، وواحد من اللعيبة اللي هي مميزة في ركلات الجزاء، أهدر ركلة الجزاء لأن في حارس آخر هو عمرو شعبان، واحد في طبعا متميزين طبعا في التصدي لركلات الجزاء. بعد كده حصل حاجة غريبة جدا، في كرة طبعا من فريق ملاوي، بنجورة سجل الكرة في المرمى، ولكن هي الكرة كانت خارج المرمى من الشباك، لكن من خارج. الكابتن محمد يوسف اعترض ان الكرة دخلت المرمى، الحكم هشام الفلاح حسب الكرة طبعا هدف. بعد كده في لقطة جميلة جدا، احمد علي اللي هو لاعب ملاوي اعترف وقال لا حلوة دي. الكرة ما دخلتش الشباك، وطبعا الحكم بعد ما كان حسب الهدف لغى الهدف تاني. النتيجة كانت وقتها كام؟ كانت 1-0، وقدر فريق ملاوي رغم ان انطرد منهم لاعب كسبوا يعني المباراة، ملاوي هما اللي جابوا الجون هم اللي جابوا الجون، واعترف، وهو كان متقدم 1-0 هو كان متقدم، كان ده الهدف التاني له، فاعترفوا ان هو لا الجول مش صحيح، الجول مش صحيح، وبعد كده طرد منهم لاعب، بس قدروا ان هما يحافظوا على الفوز حافظوا وكسبوا. طبعا وقدروا يفوزوا. وده ممكن يكون حتى لو فريق ملاوي هبط فنقول انها من افضل المشاركات لهم، يعني مشاركة ملاوي ان هو فريق ايضا امكانيات ضعيفة جدا، يعني تخيل مثلا الجهاز القديم كان راتب المدير الفني 2000 جنيه مثلا في الشهر، اللعيبه مثلا رواتبهم شهريه 600 جنيه، مكافاه 150 جنيه، عاوز اقول مجهود كبير جدا من استاذ محمد هنا رئيس النادي، مجهود كبير كمان من جماهير البلد كلها ان هي تحاول تساعد الفريق، لكن الامكانيات ضعيفه جدا، فانهم يكونوا متساويين مع فرق زي بني سويف سوهاج، فشكرا طبعا للفريق، شكرا كمان لفريق المدينه المنوره، امكانيات ضعيفه جدا ان هم يكونوا حتى متواجدين في منطقه الهبوط، ولكن